أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من صباح يومه السبت عن تسجيل 13 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 358 حالة. وقد سبق أن أكدت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 23 حالة. كما أكدت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بعد إصابتها بالفيروس المرعب إلى 11 حالة. للإشارة، ففيروس كورونا القاتل قد أودى بحياة عدد من المشاهير في العالم وأطر كبيرة في قطاعات مهمة بالمغرب، فمزيدا من الحيطة والحذر ولا تسهل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس القاتل بالتسلسل.